خلي فيها شوف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأسعد الله صباحكم بكل خير. ما اسمك أنت أبو يونس؟ بصب عليكم زبائننا الكرام، معلمينا، ربنا يتقبل منكم الطاعات إن شاء الله. معلمين، تشكيل السماك مظبطة من ما اسمك أنت أبو يونس، تشكيلة حلوة اليوم، حاجة مرتبة ورخيصة إن شاء الله اليوم. اليوم كله على حساب صياده يا معلمين، اليوم إن شاء الله كله على حساب صياده. شايفين التشكيلة محلاها؟ حاجة محترمة 100%. اليوم الاثنين 10 رمضان، ربنا يسلم الجميع إن شاء الله وتقبل الطاعات إن شاء الله. فراج صباح الخير يا فراج. صلى على النبي. نبدأ، خلينا نبدأ في السكمبلة أول حاجة. بعدين نبدأ في اللقس اليوم. خلينا أول حاجة نبدأ في السكمبلة بعدين في اللقس. شايفين السكمبلة يا معلمين محلاها؟ يلا. بكم بصلى على النبي؟ بس ب 18. يا بلاش معيب 18. خلي الكل ياكل اليوم. شايفين محلاها السكمبلة؟ خذ، خلي الكل ياكل اليوم. معلمين شايفين السكمبلة محلاها الطيب للطيب يابا. بعدين في عندنا نيجي للمليطة هنا، برضه ب 18 فرج معيب. شايفين محلاها؟ ياكل اليوم إن شاء الله. رب العالمين ب 18 مليطه حلوه وحبتها وسط للقال زيك وطريه والحمور زيه فراج كله زيه اصعب والفريد زيه كمان يلا قول يلا بالصلاة على النبي شكل بيدك يعني فريده شايفين الفريد هذا وزيك مشكل كبير مع وسط الفريد كبير مع وسط كيلو ب 18 والحمور نفس الشيء برضه يلا بدناش النقل كبير كله ب 18 مع المليطه مع السكمبله طيب في هنا عندنا بوري تعرف كم بالصلاة على النبي يا بلاش اعمل فسيخ وادعي لي اقلي اشوي سمكه محترمه 100% الكيلو ب 15 بالصلاة على النبي طيب في عندنا معلمين شايفين الاوزي يابا هذا اللي عنده عزومه يجينا هنا اللي قرشه حلال معلمين اللقص الطيب اللي عنده عزومه اللي بده يعمل عرز بدل ما تاكل لحمه وبدل ما تاكل دجاج ببلاش اليوم اللحمه شو على المفتوح حاجه بكم بالصلاة على النبي؟ القطع بكم؟ علي بس ب 40 شيكل الكيلو يا بلاش ب 40 يعني لحم صافي بتاخذ ب 40 بكم بيطلع لك الكيلو؟ يا بلاش بيطلع لك الكيلو ب 25 زي هذا هيو قديش بدك منقص لك السكات كيلو اثنين قديش بدك بتعمل عرز بتعمل صور بطحنيه بتقلي 40 شيكل كيلو بيطلع لك زي هيك الكيلو بكم يا فرج يعني بيطلع 25 امسك حبه يا صلاتي طيب للطيب يابا 25 معي طيب للطيب يا معلمين اللقص الاوزي يا صلاتي حاج مرتب الكيلو ب 25 خذ يا حاج خذ شوف كيف حبه دير بالكم فيها 7 كيلو 8 كيلو 10 كيلو يا صلاتي يعني قطع السكات حتى لو بدكش حط بالفليزر بعد شهر تاكل منه فرصه فرصه لا تعوض يا معلمين بالصلاة على النبي يابا هيو الكيلو 25 قايم اما انقطع السكات ب 40 هي بتطلع طيب في هنا كمان لقص ابو بكر 30 بالصلاة على النبي يابا هي الصغير خالص ب 30 اما الكبير ب 25 اذبع عجل تاكل لحم بالصلاة على النبي طيب هنا نيجي عندنا ايش هنا ابعد لك عدنان اشوف شو القصه خليك ماشي طيب نيجي للبكلاي البكلاي بكم بس 23 23 شايفين البكلاي محلاها برضه قلي عرز هاي في كبير وفي وسط يلا كل قطع شقه في السكات وادعي لي للرز وللقلي الكيلو ب 23 بالصلاه على النبي الصروس يا معلمين هاي في صروس عندنا احجام هاي مشكل حبته وسط مع كبير 23 هذا معي طيب في اكبر شويه بس 25 وب25 يا بلاش يا معلمين ببلاش سعر السمك 25 وهي الاصغر شويه ب 23 طيب اسمع علي اعمل لي هنا عرض للحدادات معلمين هذا حداد هذا زي الفريد اللي بالكم زي العرايس ابو يونس سمكه كله على حساب صياد وسمكه محترمه شوي وقال اعمل لي عليه عرض ورخص على الاخر من 35 ومن 30 بس ب 25 يا بلاش يا معلمين والله ابو ال 40 هذا الكيلو بكم الكيلو ب 25 يعني كل سمك وعز روحك يا معلم بالصلاة على النبي اما اللقص ب 30 ببلاش سعره الكبير ب 25 طيب في هنا عندنا سمكه منور اسمها زي دنيس البلدي اعمل لي عليها سعر هلا فرج خلنا نستاكل بس ب 20 يا بلاش ابو ال 30 معلمين سمك زيك يا دري باكو محترمه الكيلو ب 20 زيها زي دنيس الجرع يا بابا كم الجرع 27 هاي الجرع 27 زي الموز زي العصا وقف وقف طيب هاي عيب يا معلم كله على حساب صياد الدنيس 37 بالصلاه على النبي طيب نيجي هنا اعمل لي كمان عروضات هنا معلمين في شعور اليوم معلمين هذا فريد من الابيض هذا عراشي الف محترم محترم عارف بكم بكم فرج نعمله نزل لي كمان سعره بس ب 20 شيكل يلا شوف 20 يا بلا يا بلاش ايش بدك احسن من هيك معلمين ابو ال 40 ب 20 يعني بتشوي بتقلي بتعمل اللي بدك اياه بتعز روحك هنا حاجه محترمه والف شايفين الكيلو بكم الكيلو ب 20 يلا شايفين السمك محلى برضه شعور زيه برضه زي شعور والسروس الاصفر برضه زيه برضه زي ب 20 يعني شكل بيدك شعور على السروس الاصفر هذا ابو الدنب صفرة على الايش على الفريد الابيض ب 20 شيكل كيلو يا بلاش صحيح طيب انا البور الزغلي اللي بده بور زغلي بس ب 23 23 يا بلاش اشوي اعمل سنجار وادعي لي حاجه محترمه
اما هذا الشعور مع السروس مع الفريد الابيض ب 20 شقل كيلو، سمكه محترمه والمنور زيه بالصلاه على النبي. في حاجه ما جبناهاش يا استاذ مع المين اللوكس 30 بكم اللوكس 30 30 مع الكيلو ابو ال 50 بس 35 مع المين. فرصه لا تعوض اليوم، اسماك كلها على حساب صياده. الكيلو ب 5 بكم كمان مره؟ بس 35 35 اه ابو ال 40 هذا اللي ببالكم، امبارح بكى ب 40 وب 45. طيب طيب في هنا عندنا فاكهه جيل طرخونه اليوم جميع انواع الاسماك بكم؟ بس 23 مع الكيلو. يا بلاش يا بلاش الطرقوان الباقي الاصليه هذه. طيب اسميني للشو الحبه فيها يمكن 400 جرام و350 بالصلاه على النبي. في عندنا هلا برش هنا مع المين، في برش اللي بده يقلي بده يعمل على رز فراج 18 برش معي. يلا ماشي مع المين هذول لحمه البيت. تعال هات السكينه يا بلي، هذول لحمه البيت دير بالكم اكلهم كله جمبري. يلا يا حاج خذ اذبح يابا اذبح خذ يابا اشوف لحمتك يا صلاتنا هاي من اول جديد يا حاج. ها خد. شايفين كيف لحمته ابيض كل اكله جمبري. الكيلو ب 18 وفي كمان برش اصلي كمان الكيلو برضه هذا ب 20 هذا معي مع المين بيجيب فيها يمكن 5 كيلو 6 كيلو. في فتلين صغار هذول على بعض بكم الكيلو ب 25 بعضه؟ يلا ماشي هذا هن فتلين صغار بيجي يمكن 3 كيلو يمكن 3 ونص قايم الكيلو ب 25. طيب كمان مره نيجي للوكس كمان مره هاي لوكس تنسوش هذه فرصه لا تعوض دير بالكم يعني ربنا بعت اليوم وامبارح كل الحال كل على حساب صياده. يعني هذا المفروض نبيع الكيلو زي ما هو ب 80 شيكل، كيلو بكم اليوم كمان مره ب 40 معي خلاص يا بلاش. اما تاخذ لك حبه قايمه تقطعها الكيلو ب 25 حطها بالفليزر حطها بالثلاجه بعد شهر تاكل منها. يعطيكم العافيه مع تحيات مسمك ابي يونس. تنسوش الصلاه على النبي يا معلمين. السلام عليكم. هاي اسكمبلي كمان ب 18 والهاي اه سلطعين ب 30 اليوم الاثنين اللي بحد بالها خلص هاي سلطعين ب 30. السلام عليكم خلص رمضان هذا فرقة الشط هذا سامي وين معلم؟